الذي لا يستطيع أخذ الأحكام من أدلتها هذا لابد أن يبحث عن إمام عالم رباني يأخذ بقوله في كل المسائل. قرآن نمرة سنة نمرة أحكام خر دين قرآن نمرة سنة نمرة واجب خر فارد خر شون خوي خر قيزم خف خم زانشو آخر إمام شخون خوي دينم خوي جا دينم خزيت خوش غورا شخو أبي يديش قوة أبي يديش شزرا غشون خوي يجي أبي جي أري غزشون خوي قام ويحرم عليه تتبع الرخص، يعني يأتي إلى قول الإمام الشافعي مسألة يقول هذه المسألة أسهل لي، وفي هذه المسألة يأخذ بقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله. لا، هذا 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 لا يجوز. تتبع الرخص شوير عاد نختنش مسخن را نخبج مسخن راقم نختنش ونخت ورجع نخ أشخم ورجع نقسنش مسخن را خنقم بشر. إذا وجدنا مسألة واضحة بينة لم تصل إلى الإمام مثلا لعدم وصول الحديث إلى هذا الإمام، فهذا لابد ترك يعني قول الإمام هنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. عاود سخم قرؤامة يش أن غج الناس قرؤامة ع إمام ع أخو ورط شيء مشتار شيء مشوار حديثر زرنا مسام بخجش زر شتر قرؤامة أبخدم ده حديثر قنساو شتما حديثر قيشتو إمام مساثر قنن هوش.